الانسولين يا جماعه، الانسولين دوت هو هرمون بولي بيبتايد، تمام؟ عشان الناس اللي كانت بتسال عايزه حلقه عن البيبتايد هنعملها ان شاء الله قريب، بس هنتكلم عن الانسولين. هو هرمون بولي بيبتايد، يعني بولي اللي هي يعني ايه، استخراج نتيجه شيء معين تاني، تمام؟ فالهرمون الانسولين دوت فين مكانه وبيصدر منين وايه وظيفته هنشوف مع بعض. اول حاجه الانسولين عامل زي منظم الانبوبه بالظبط، هو بيتحكم في نسبه السكر في الدم، وهو بيصدر من البنكرياس، والبنكرياس دي موجود تحت الكبد. المفروض ان هو بيبتدي يشوف لو انت اكلت اكله جامده جدا فبيحصل ارتفاع في مستوى السكر في الدم، بيقوم البنكرياس بافراز الانسولين لتنظيم نسبه السكر في الدم. اذا كان هو عالي جدا بيبتدي يتخزن في هرمون الجلايكوجين، في الجلايكوجين، والجلايكوجين ده بيبقى موجود في العضل وفي الكبد، تمام؟ بيستدعى في حاله انخفاض نسبه السكر في الدم زي الفتره اللي احنا بنكون صايمين فيها، فبالتالي بيبتدي ياخد من مخازن الجلايكوجين عشان يحافظ على مستوى انتاج الاي تي بي اللي هي الطاقه، حتى في المحافظه على الفايتال اورجانز اللي هي الاعضاء الوظيفه الحيويه بتاعتها زي التنفس، زي دقات القلب، زي وظائف الكلى، حاجات زي دي كلها بتستهلك طاقه طبعا. فدلوقتي ليه الناس بتبتدي تاخد انسولين لو هي عندها مرض السكر؟ ببساطه كده مرض السكر نوعين، نوع البنكرياس فيه ما بينتجش انسولين اصلا، فده لازم تاخد انسولين خارجي عن طريق الحقن والشطات اللي احنا بنشوفها، ونوع تاني ان هو جسمه بينتج انسولين وده الشائع جدا، بس الخلايا اللي هي المستقبله ليه ما بتستقبلش، ما بتشوفوش اصلا البوابات زي ما بيقولوا، يبقى ده محتاج شويه ادويه زي اغلب الناس اللي هو السكر المنتشر في مجتمعنا المنتشر اللي من دول. طيب احنا ازاي نحافظ على الموضوع دوت؟ ان احنا ما نديش الجسم يعني السكريات اللي هي البسيطه السريعه على طول، لانها بتبقى اكثر واسرع انتشارا في الجسم، وبالتالي لما بتعلي مستوى السكر بتسال الانسولين انه يزيد راخر عشان يحافظ ويعمل مينتيننس على مستوى السكر. فلما تيجي تخفض العمليه ديت بعد كده الخلايا ما تستجيبش، وبالتالي يجي لك السكر على طول. من امثله الحاجات دي اللي هي اي حاجه معموله من طريق السكر الابيض، العصاير الكتير، الافراط بقى في تناول البسبوسه، الكنافه، مش عايزين يعني حدث ولا حرج، فبالتالي بيحصل مرض السكر. فعشان نتجنب الموضوع ده لازم يبقى فيه ممارسه رياضه، ولازم يبقى تنظيم الاكل، ان انا اخد الكربوهيدرات بتاعتي اللي هي الكومبلكس اللي هي المعقده. والفرق بين الكربوهيدرات المعقده والسيمبل، السيمبل سريعه على طول بتخش الدم بسرعه، زي ما واحد يكون مغمى عليه تديله عصير خلاص قام، انك بتعلي مستوى السكر في الدم فيبتدي يفوق. اما الكومبلكس بتاخدها وبتقعد تغذي الجسم او تعمل عمليه فيدنج للجسم لمده 8 ساعات. يعني انت مثلا سي امثله على الكلام دوت عشان نفهم، البطاطا جيت قبل ما تنام خدت بطاطا الساعه 10، وده عشان كده الرياضيين كتير بيستخدموها، وينام خلال الثمان ساعات نوم دول اسمهم فاستنج تايم، يعني انا صايم وانا نايم، انا مش باكل انا وانا نايم، حد بياكل وانا نايم، وبالتالي بتعوض الجسم الكربوهيدرات اللي محتاجها المحافظه على الفايتال اورجنز، ولو هو بقى في تمارين ولا حاجه عشان موضوع اللاكتيك اسيد وعمليه الريكفري للجسم والعضلات عامه. في نهايه الحلقه اتمنى يكون موضوع الحلقه عجبكم، تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنونا في حلقات تانية اجمل واحلى على قناتكم كمال اجسام بدون منشطات.